تعتبر الجالية العراقية في مدينة سيدني من الجاليات النشطة والمتنوعة التي تسهم في تنظيم فعاليات ثقافية ومهرجانات سنوية، ومن بين الفعاليات الثقافية بازار السوق العربي الذي يشكل منصة لعرض منتجات الحرف اليدوية والفنون التقليدية بالإضافة إلى عروض الرسم. اليوم معنا المعرض أو السوق الرمضاني المسائي بلكمبا لأول مرة بيصير عنا على مدة مدار يومين امبارح واليوم، وما شاء الله مثل ما شايفين في يعني إقبال كتير. لأول مرة عندنا تقريبا 40 بزنس متخصص بالألعاب، العبايات، الهدايا للأطفال، وعندنا أكيد أكل مغربي. تعتبر هذه الفعاليات فرصة للمجتمع المحلي لاكتشاف وتجربة ثقافة العراق والتعرف على تراثها الغني، كما تشكل فرصة لأفراد الجالية العراقية للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض ومع المجتمع المحلي في مدينة سيدني. مع ثقافات كثيرة وبزنس كثيرة وبيعطي فرص حلوة كثير للناس لحتى تتعرف على بعض. Which is a style that originated in Algeria. إنه متجر في الجزائر تم عرض منتوجاته هنا اليوم في سيدني خلال شهر رمضان. هذا البازار فرحة رائعة حقا لأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة.